السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هنا الأوتبوت ده الحاجات اللي هنخرجها من النفس وركس. النفس وركس ما بيخرجش الملفات الأصلية، يعني ما ينفعش تصدر لل RVT على سبيل المثال. هاجي هنا برنت، أبدأ أختار الطبعة اللي أنا عايز أطبع عليها، أشوف البروبرتيز بتاعتها. كل طبعة ليها الخصائص بتاعتها، لون الطباعة، الإعداد بتاعتها. ممكن تقول له برنت تو فايل، يروح طابع على الجهاز بتاعك مش على الطبعة، يطبعها لك PDF وأنت تبدأ تشوفها، او تختار اي طبعة من طبعات البي دي اف. ده برنت بريفيو، بتشوف شكل الطباعة هيطلع عامل ازاي، ولو في اكتر من صفحة بتقول له بيج 1 بيج 2 وهكذا. البرنت سيتنج، تبدأ تشوف الاعدادات، طبعا بتختلف حسب الطبعة، السايز بتاع الطباعة، السورس بتاعك، اتجاه الطباعة، الاورينتيشن بتاعتك. سند باي ايميل، تقدر تبعت من خلال الايميل الشغل بتاعك. هو بيبدأ يجهز البرنامج الخاص بالإيميل. وبعد كده الببلش للـ NWD. NWD ده ملف documentation، بحيث لو عايز ترجع للشغل بتاعك، يعني انت كل شغلك بيبقى على الملف الـ NWF، ولو عايز كل فترة تروح مصدر ملف NWD لما تبعته لجزء اخر من الشركه او لشركه اخرى، او كل شهر بتاخد نسخه باك اب ليك، تكتب هنا التايتل وبعد كده السبجكت، وبعد كده الاوثر اللي عمل الملف ده، الببلشر، من اللي عمل الببلشر، سبب ان انت تعمل ببلشر، الكوبي رايت، الكي وورد، الكومنت، الباسورد لو انت عايز الباسورد، ديسبلاي ات باسورد. طب اكسباير، الملف ده يفضل مثلا لحد 2020 مثلا وبعد كده يتقفل، وينفع تعمل له ريسيف، ديسبلاي اون اوبن، امبيدد ريكاب اند تكتشر داتا، هتحطهم معاك في قلب الملف اللي هو ال NWD، امبيدد داتابيس بروبرتيز، هتحط الخصائص ديت وهكذا. بعد كده تقول له اوكي، فبيبدأ يسيف لك الملف ده NWD. بعد كده بتقول له اكسبرت، اكسبورت، عايز تصدر اس دي دي دبليو اف، هتصدر ملف دي دبليو اف او دي دبليو اف اكس 3D. ده على اساس الناس تبدا تراجع وتبدا تحط الكومنتات بتاعتها على الملف دوت، وتقدر تشوفه حتى لو مش مسطب عندهم اي برامج، ممكن اونلاين تشوفوا الملف اللي هو الدي دبليو اف دوت في اف بي اكس. ده لو انت عايز تصدر مثلا لل 3 دي ماكس، فممكن تقول له البرجن انا عايز يبقى موجود معايا، التكتشر، اللايت، الكاميرا، كل الحاجات دي تبقى معايا. طب التكتشر امبيدد موجوده جواها ولا ريفرنس، الكرنت لوكيشن ولا انسخهم لي لمكان معين، ووحدات اليونت اللي احنا هنشتغل بيها، الفورمات، الزار اللي انت عايز تشتغل بيه، اوتو ديسك ماتيريال فيرجن، اني ماتيريال هتشتغل بيها. وده جوجل ايرث، انت بتبدأ كي ام ال، فبتبدأ تحدد الحاجات اللي هتصدر ايه، الاورينتيشن بتاعتك، السكند ريفرنس بوينت، عايز ان انت تصدر لجوجل ايرث. ممكن بقى تصدر كصور وكفيديو. كصور تحدد امتداد الصورة اللي انت عايزها، بي جي بي جي، بي ان جي، بيت ماب، الريندر يعني افضل للاوتو ديسك، السايز عايز عايز في ريتيو بحيث اول ما تعدل التاني يتعدل على طول، وعايز يبقى فيه نعومة في الشغل بتاعك ولا لأ. فكل ما بكبر الرقم كل ما بيديك نعومة اكتر. الانيميشن، يبدأ بقى تشوف الانيميشن اللي انت عايزه، عايز تايم لينير ولا عايز كارنت انيميشن ولا عايز كارنت انيميشن انسين اللقطة، والرندر اوتو ديسك ولا الاوتبوت. طبعا لو انت عايز فيديو هتختار اي في اي. الصور هياخد لك الفيديو ده يصدره لك صورة صورة، وفي برامج بتجمع الصور ممكن تكون انت عايزهم عليها صور كتيرة، او تختار الـ AVI السايز بتاعك والاوبشن FBX كام فريم في الثانية. بعد كده اكسبورت داتا، لو انت عندك كلاش تيست هتقدر تصدره ك HTML مثلا، التايم لينير لو عايز تصدر المعلومات بتاعته، كرنت سيرش لو انت عامل سيرش على حاجة، هيروح مصدر المعلومات ك XML، وكذلك الـ Viewpoint والـ Search Set، الريبورت، كل دول نقدر نصدرهم بحيث في أي وقت نقدر نعملهم امبورت تاني.